في الفترة الأخيرة برزت قضية الألترس يوم 13 أكتوبر تحديدا لما توجه شباب الألترس إلى مطار القاهرة لاستقبال بعثة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في مطار القاهرة بعد إحرازهم المركز الثاني في البطولة الأفريقية هناك حدثت مجموعة من الاشتباكات الأحداث المؤسفة كان هناك اختلاف في وجهات النظر وربما الروايات الروايه الرسميه التي تبنتها وزاره الداخليه اكدت انه الشباب قاموا بالعديد من الاعمال العنف والشغب وحازوا الكثير من الالعاب الناريه والذخائر والمفرقعات قاموا بمقاومه السلطات وتخريب المنشات العامه، الشباب اكدوا انه هذا لم يجري على الاطلاق، كل ما في الامر انهم كانوا في استقبال هذا الفريق، فريق كره اليد، وطالبوا بان يكون هناك تفريغ لكاميرات المراقبه في المطار. في كل الاحوال تم التعدي على المشجعين حسب روايات اهالي التراس، وتم القبض على 120 واحد منهم، تم التعدي عليهم اثناء الاحتجاز في معسكر امن المطار ثم اطلق سراح الجميع ما عدا 25 مشجع، 23 منهم تم نقلهم لسجن وادي النطرون واثنين قصر تم نقلهم لاسم النزهه. النيابه وجهت لهم جر اتهامات جرائم التجمهر الشروع في القتل، البلطجه، استعراض القوه، احراز الاسلحه الناريه، الذخائر والمفرقعات ومقاومه السلطات وتخريب المنشات العامه. وكان هناك قرار بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق وتم تجديد حبسهم 15 يوم آخرين بتاريخ 26 أكتوبر 2013 هناك الكثير من الانتهاكات القانونية التي يتحدث عنها هيئة الدفاع عن شباب الألترس ال 25 23 الموجودين في وادي النطرون والاثنين القصر الموجودين في اسم النزهة وتم تاكيد هذه الانتهاكات من خلال شكوى رسميه تم توجيهها للمجلس القومي لحقوق الانسان يوم 22 اكتوبر بشهادتهم كامله وكل ما تعرضوا اليه مثبته ببعض من التقارير الطبيه وايضا صور لاثار الضرب والتعذيب وايضا كان في تقدم لثلاثه اخرين بتوثيق شهادتهم عن اعتداء الداخليه عليهم بمركز النديم للعلاج والتاهيل النفسي لضحايا العنف في نفس الوقت في معنا ل... بعض اه معانا صور لبعض الصور يعني تم تصويرها لبعض من آه الضحايا بعض من شباب هم ضحايا ومتهمين في نفس الوقت متهمين في نظر النيابه وفي نظر الداخليه وهم ضحايا بحسب هذه الصور هنا في جرح قطعي في الراس نتيجه للاعتداء الصوره اللي قبل كده نتيجه للضرب بالشوم وغيرها من الاعتداءات اللي تعرض لها الشباب خلال احتجازهم بالمعسكر الامن بعد القبض عليهم مباشره